ذكر قيادي في ائتلاف دولة القانون حرص ائتلافه على مشاركة تحالف سائرون في الحكومة المقبلة. وقال القيادي في الائتلاف خالد الأسدي في تصريح صحفي أن ائتلاف دولة القانون ليس لديه خط أحمر على سائرون، مضيفا أن مسألة اختيار شخص لرئاسة الوزراء ستجري في أجواء إيجابية، لذلك لا يحق لأحد وضع فيتو على أي شخص لرئاسة الوزراء، مبينا أن حزب الدعوة لديه مرشحون لرئاسة الوزراء تنطبق عليهم شروط المرجعية وسيتم إعلانهم قريباً.